Okay, look. I'm about to read Quran, and the cat is right there. When I start reading, watch, you're gonna see the cat running to the room. Well, I hope so. Push the door in a little bit. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله سبحان الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عن عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. He actually came. I thought he wasn't gonna come just because I'm recording. I swear he never comes for no reason. Look at that.